طلعنا اليوم مظاهرة بصراقي دعما لأهل الغوطة والهجمة اللي عم يتعرضوا لها من الطيران الروسي ومن روس الاحتلال الروسي والإيراني. تخاذل فصائلنا بنصرة الغوطة عم يتقاتلوا بين بعضهم. جبهة الساحل واقفة، فينا ننصر الغوطة نحن بجبهات الفوعة والساحل والغاب، بخفف الضغط عنهم. للأسف فصائلنا كلها مرهونة للخارج مع الأسف يعني، والله يفرجها، الله ينصر ثوار الغوطة وإن شاء الله منصورين كلياتنا.